ايه المكان ده وايه الاصوات دي؟ احسن من مليون نحكي حكايات لبعض طول اليوم. طيب وحنين ابدا ما يزيدنيش، بحب على طول ما اعيش جمول الجمال الجامد. قلبي بدع صاحب ليا طاوي، نلعب نتنطط فرحانين في الرملة أو حتى في الطين. أنا بحب النشيد ده جدا يا بيجو. أكيد علشان صوتي جميل. إيه ده؟ إيه اللي بيتحرك هناك؟ يا خبر، ده عصفور صغير. أنت اسمك إيه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ اسمي زقزوق، وهحكي لكم حصل معايا إيه. وحكى لهم زقزوق حكايته. ياه، ده أنت طلعت حكايتك حكاية. ممكن يا جمولي تساعده يطلع من الطين وتنظفه، وأنا هجيب لكم مية تنظفوا جسمكم. أهلا بيك على ظهر الجمل جمول. آسف إني وسختنا بظهرك وعطلتكم عن لعبكم. شكرا ليكم جدا، لكن أنا مستغرب انتوا ساعدتوني ليه؟ ما ينفعش نشوف حد محتاج مساعدة ونسيبه من غير ما نساعده. اللي بيساعد غيره بيفرح، زي ما علمني جد رويس. مين جد رويس؟ رويس ده جدي الكبير، وهو اتعلم يساعد كل اللي حواليه من صاحبه رويس، ومن وقتها عيلتي الجميلة اتعلمت تعمل زي جدي. ايه اللخبطة دي؟ هو مين بالظبط اللي اسمه رويس؟ جدك ولا صاحبه؟ هحكي لك. زمان خالص كان عايش فلاح بسيط اسمه إسحاق، ومراته اسمها سارة. كانوا عايشين في قرية بسيطة بمحافظة الغربية، وكانوا بيحبوا ربنا جدا، وربوا ابنهم فريك وعلموه انه كمان يحب الرب يسوع من كل قلبه. ولما كبر فريك كان بيساعد باباه إسحاق في الزراعة في الحقل، وكان بعد ما يخلص شغله مع بابا كان بيروح يبيع الملح لأهل القرية على جمل صغير مسميه رويس، لأن جمله كان دايما بيلاعب فريك براسه الصغيرة. وكان جده الجمل رويس صاحب فريك جدا، وكان لما فريك بينادى عليه باسمه كان بيجيله بسرعة، ولما فريك ينام من غير ما يتغطى كان بسرعة يغطيه، ولما كان يلاقي فريك اتأخر في النوم كان بيساعده ويصحيه علشان يقوم يصلي في معاده. فريك لما بقى عمره 20 سنة ساب بيته وسافر من بلد لبلد في مصر، وفي الصعيد كان بيكلم الناس عن الرب يسوع علشان كل الناس تعرف ربنا، وربنا خلاه يعمل معجزات كتير. ولما كانت الناس بتسأله اسمك ايه، غير اسمه وسمى نفسه رويس على اسم الجمل بتاعه، علشان محدش يعرفه ويشكروه على اللي بيعمله، لكن يشكروا ربنا ويمجدوه. حقيقي الأنبا رويس جميل جدا وعنده صفات حلوة كتير. كل صفاته الحلوة علشان هو ابن ربنا. وجده حكالي قصص كتير عن ناس كان بيساعدهم الأنبا رويس. هحكي لك على واحدة منهم. في يوم راحت للأنبا رويس واحدة ست غنية عينيها كانت تعبانة بمرض شديد خالص، وطلبت منه انه يساعدها. الأنبا رويس فضل يصلي لها كتير خالص وهي واقفة قدامه، وحصلت المعجزة بصلاة الأنبا رويس وخفت عينيها، وبكده يكون عمل زي الآية اللي بتقول وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا، رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول آية 11. عجبني جدا إنه بيساعد الناس بكل حاجة يعرف يعملها، حتى كمان بصلاته. معك حق يا زقزوق، أنت نسيت كمان يا جمول تحكي له على اللي عمله الأنبا رويس مع راعي الغنم. هحكي لك حكايته. في يوم عرف الأنبا رويس إن فيه لصوص هيسرقوا الغنم من الراعي صاحبها، فخرج بسرعة علشان ينقذه.
وراح قابل الراعي ومشي بيه من شارع تاني لغاية ما وصله للمكان اللي رايح له، وبكده أنقذه. الله، حكاية عيلتك دي جميلة جدا. رسومات بتتكلم بتقول أحلى حكايات، نفهم ونتعلم من جوه الأيقونات. أيقونتنا النهاردة هتحكي لنا عن الأمبرويس. الأمبرويس باباه ومامته سموه فريج، وكان بيشتغل مع باباه في الزرع والفلاحة. وهنشوف في الأيقونة جمل جنب الأمبرويس، لأنه كان أحياناً بعد ما بيخلص شغل الفلاحة مع بابا كان بيروح يبيع ملح لأهل القرية على جمل صغير، وكان مسمي الجمل رويس، وسماه بالاسم ده علشان كان دايماً الجمل بتاعه بيلعبه براسه. وكان رويس الجمل صاحب فريج جداً، وكان لما فريج بينده باسمه كان بيجيله، وكان لما فريج ينام من غير ما يتغطى يروح صاحبه رويس الجمل يغطيه، ولما كان فريج تروح عليه نومة وينسى يقوم يصلي كان الجمل بيصحيه. وكان قدسنا بيسافر كتير وبيتنقل من بلد لبلد، ومن تواضعه سمى نفسه باسم الجمل، يعني لما الناس تسأله اسمك ايه يقول لهم اسمي رويس، ولما الناس تلح عليه علشان تعرف اسمه يقول لهم تيجي أفليو، يعني تيجي المجنون. يعني قدسنا ليه ثلاث أسماء، فريج ورويس وتيجي. وهنشوف الأمبرويس لابس لبس بسيط جدا، مع أن الناس اللي بتحبه كانوا بيعرضوا عليه لبس غالي وتقيل وشكله جميل، لكنه كان بيرفض وبيلبس لبسه الخفيف البسيط، وكان باستمرار بيصلي وبيصوم. وفي الأيقونة هنلاقي نخل، لأن الأمبرويس كان عايش زي ما الآية بتقول الصديق كان نخلة يزهو، مزمور 92 آية 12، يعني كان زي النبات اللي بينمو وفيه ثمار حلوة. هو كمان كان بينمو في القداسة ومحبة ربنا، وكانت حياته مليانة بالفضائل الحلوة. كان بيصلي كتير وبيقرأ في الكتاب المقدس كتير، وكمان بيصوم كتير. ومن كتر محبته الكبيرة لربنا وصل لدرجة روحية كبيرة قوي، وصل لدرجة السياحة، يعني كان ممكن يتنقل من مكان لمكان تاني في لمح البصر. ولأنه كان بيحب ربنا قوي، ربنا كمان كان مديله موهبة إنه يقدر يعرف الأحداث قبل ما تحصل، وكمان كان بيروح يحذر الناس منها وكمان ينقذهم، وكانت كل الناس اللي حواليه بيحبوه جداً. وكان بيظهر له الرب يسوع، علشان كده كنيستنا ادته لقب السيوفانيوس، يعني اللي بيظهر له الله. بالرغم من انه مش راهب او كاهن او واخد اي درجة كهنوتية، لكن قداسته كانت كبيرة قوي لدرجة ان الباباوات كانوا بيطلبوا منه انه يصلي لهم. هنلقى الأمبرويس ماسك في ايديه غصن اخضر، دي علامة النصرة والغلبة على الشر، لأنه تحمل ألمات كتير من أجل اسم ربنا يسوع المسيح. وفي الأيقونة هالة من النور حوالين راس القديس الأمبرويس، لأنه قديس حب ربنا وعاش حياة بسيطة في صلاة وصوم وعبادة لربنا، وكان نور لكل اللي حواليه، عمل أعمال رحمة كتير قوي، وبصلواته شفى مرضى كتير، لكن مرضه هو قبله بشكر واحتمال لمدة 9 سنين، وجات له العذراء في وقت انتقاله للسماء. وفي كنيسة مرسومة في الأيقونة، دي تبقى كنيسة الأمبرويس اللي موجود فيها جسده، والكنيسة دي موجودة في الكاتدرائية المرقسية في الأزبكية. هي دي حكاية أيقونة القديس الأمبرويس. تعالوا نقف قدامها ونقول له يا أمبرويس، صل ربنا يسوع المسيح علشان يساعدنا إننا نكون أمنا في حياتنا مع ربنا، زي ما انت ما كنت امين مع ربنا طول حياتك، وكمان علشان يغفر لينا كل خطايانا. رسومات بتتكلم بتقول احلى حكايات، نفهم ونتعلم من جوه الايقونات.
يلا نصلي مع بعض. اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الظاهرين آمين. نشكرك يا بابا يسوع إنك علمتنا حاجة جديدة النهاردة. من فضلك يا رب حافظ علينا، حافظ على عائلتنا، حافظ على بلدنا، ويا رب الفترة دي تعدي ونرجع لكنيستك تاني. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد.